عشاق الفورمولا 1 على موعد مع عالم من الإثارة في دبي مول، حيث قامت شركة الساعات السويسرية الفاخرة هوبلو بإطلاق تحدي خاص بعشاق هذه الرياضة في منطقة جراند آتريوم في دبي مول. وبإمكان زوار المول المشاركة في التحدي عبر جهاز محاكاة خاص بالفورمولا 1 من فراري، ويعتمد هذا الجهاز على نظام إلكتروني يستخدمه السائقون المحترفون حول العالم، ويقوم الجهاز بعرض صور عالية الوضوح على شاشة ملتفة حول المتسابق. ويستمر التحدي لغاية 14 من أكتوبر الحالي، وسيحصل الفائز على الفرصة بالفوز بجولة على حلبة مرسياس خلال نهائيات عالم فراري، والتي ستتم في شهر ديسمبر القادم. والآن أترككم مع هذه اللقطات الرائعة لجهاز المحاكاة.